صباح الفل يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصة موجودة، بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانة ولا ايه؟ لا يا فندم، اتفضل اتفضل. العربية دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها، ودي رخصة العربية. معاك عقد الإيجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار أنا وأحمد، فيعني استعجلنا معلش. العربية دي متبلغ عنها إن هي مسروقة. مسروقة إزاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اسم اركن لي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركن لي على جنب. انت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورقه بتاع العربيه؟ اركن لي على جنب. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت، بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكرة سمر، أنا جايلك النهاردة وأنا مش مبسوطة كده ومقلقة. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سألتي على سمر ولا لأ؟ قلت له لأ، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تزوريها تشوفيها عاملة إيه. عمي ده شخص محترم قوي على فكرة. هو كمان بيقولك لو احتاجتي أي حاجة لازم تكلميه، وأنا عارفة بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس، أنا كمان بقولك كده، لو احتاجتي اي حاجه لازم تقولي لي. انت عارفه انا بحبك قد ايه. عارفه والله. مالك بتردي على قد الكلمه ليه؟ فيكي ايه يا سمر؟ سمر انا ما بحبش اشوفك كده، وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه، انك تاخدي واحدة لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها، وتفضلي مستنيها معاها في المستشفى، مستنية لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخة والله انتي المكبرة الموضوع. انا ولا مكبرة موضوع ولا حاجة. بقولك ايه، ايه رأيك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الأقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، أنا عندي اقتراح تاني أحلى جدا. إيه رأيك السوس تدخل أوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللون للنادي؟ مش قادرة والله. إيه ده؟ لا مفيش حاجة اسمها مش قادرة، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الأوضة ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي أنا مش عارفة أعمل إيه، بس أكيد هعمل مشكلة. يلا قولي قولي لول، قولي لول. خلاص يا لول. قولي أوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله كمان يا انا ما عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله دلوقتي ان مبلغ المكافاه اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجه شغله معانا السنين الطويله دي بعد مؤقت، يعني هتطلع مبلغ مش كبير قوي. اي حاجه يا عم جمال، اهو لغايه لما نتصرف بس ونشوف هنعمل ايه. والله انا ما عارف اقول لك ايه بنتي، بس كمان يا خلي المبلغ ده معايا. يا نهار اسود انت بتعمل ايه؟ اسمعي بس، والله ما يحصل ابدا يا عم جمال، ده انا شايلك يا العوز والتقيله. انا متشكره قوي. العفو حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع الف سلام. بقول لك ايه؟ مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها، ينومك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوز ايه؟ دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟ اقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها، فكر بس فكر. لك عندي بشرة كبيرة قوي يا معلم بلح، مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشرفوا عندك هنا قريب قوي. بجد أحلى بشرة سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوة 100 100. حلاوتي يا معلم؟ ده اللحم التافي من خيرك. ها أي أمر تانية؟ لا استنى، عايز فلوس ماني، هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100% وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. أوكي شا. تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. اسكت بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. انت
تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه وزي ما انت شايف. عايزين نشوف نخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نضيف ولا نتعامل مع اي ناس نضاف بدل الناس الزباله اللي انت جبتناها اللي هو ده. يعني انا كنت بمشي من ظهري ايديا. اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين، انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا. العربيه المسروقه عربيه الظابط. اكيد طبعا الظابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا، انا عارف. انا حاسس بكده. حفله النهارده علينا. يا اخي بقى ما تقعدش بقى تندب. لازم نتصرف. اتصرف. صباح الفل يا ست الكل. لا صباح ولا مسا. لا 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 لا. بقى انت امك تعمل فيا كده وانا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا اختي. والله يا خالتي والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق. لا ده انا كده اتبحترت كرامتي في الحاره، اعمل ايه يعني هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص. ما تجيبيش ست احمد خالص، لا انا مش مطمنه، لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي؟ وامك مش طايقاه، ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي ياما ازاي؟ انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير اللي حصل، ده كبير قوي. لا اوعى تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشال، انا مصممه. والله يا خالتي انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها، شكله كده عايز يرجع الميه لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده واحد اسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه، ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ نجوزها علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. هي حبت عين امه، اتخطف اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شوية؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟ اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي ارملة. صدقي يا بنت فكرة. اي والله. خلاص انا هفتحه من بكرة. ايدي على كتفك. لا وانت كمان عليك الباقي. لا ما خلاص ابوهم مات وانا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي. بقول لك ايه، مش كل مره تيجي شايله وجايبه، انا بتحرج والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي، حتى لو اسود اسود ابيض جميل. اسمعي بقى اللي بقول لك عليه. مامي انا عايزه افهم. عايزه تفهمي ايه؟ بقول لك طالما الراجل معاه فلوس طز في اي حاجه بعد كده. اوكي بس انا مش شايفه اني محتاجه اتجوزه. مش شايفه يعني اني واقعه لدرجه اني هترمي تحت رجلي اول ما يقول لي يلا نتجوز. طب اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه عشان ده مهم جدا. اوكي اتفضلي قولي. سمير متضايق ومش مبسوط. ما كانش فاكر ان انت هتقدري تسيطري على الشركه وتبقي الكل في الكل فيها. يعني ايه؟ يعني كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي يمكن مروان ويركنك انت على الرف. هو في ايه يا ماما؟ انا طول الوقت محتاجه افهم. هتفهمي ايه تاني؟ افهم طبيعه العلاقه بينك وبين انكل سمير. علاقتكم غريبه جدا، مش علاقه اتنين متجوزين عادي. انا حتى ساعات بحس ان هو مش طايقني بس مش عارف يعمل ايه، لانه خايف منك. وانت كمان بحس كتير قوي انك قلقانه مني. ليه؟ كأن كل واحد فيكم مش مطمن للتاني. ما اخبيش عليكي، انا مش مطمنه وخصوصا الايام دي. خلاص
بفهميه بقى الموضوع كله من اوله عشان اعرف افكر واعرف اخد قرار مظبوط. سامح هو اللي باقي لك، وانا عارفه بنتي حبيبتي هتحط خاتم جوه صباح. اوكي بس افهم كل حاجه الاول. هتفهمي كل حاجه في وقتها. سامح اوعى تقولي انك لسه نايم. لا لا خالص مفيش حاجه، انا بس عايزه اشكرك على امبارح. بجد انبسطت قوي لما شفتك امبارح، حسيت ان ليا صديق وليا حد في الدنيا اقدر اعتمد عليه.